نعم، صباح الخير. يبدو أن الشركات الخاصة لسبر الآراء والإحصاءات والنسب لم تنتظر صدور النتائج الرسمية من هيئة الانتخابات، بادرت بإخراج النتائج التقريبية والأولية. هذه النتائج تشير إلى 92.3% لصالح هذا الدستور، يعني أن الناخبين أجابوا بنعم بنسبة 92.3%، فيما من رفض الدستور نسبتهم فقط 7.7%. التونسيون احتفلوا ليلة أمس كما يعني شاهدنا في الصور والفيديوهات في الشوارع والميادين بصدور هذه النتائج، ويعني نجاح دستور ومشروع سعيد في الخروج إلى العلن أخيرا، ويعني نتائج الصندوق كانت في صالح هذا المسار التصحيحي. اليوم سيكون هناك مؤتمرا صحفيا الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت تونس، للإعلان عن النتائج الرسمية الأولية لهذه الانتخابات وهذا الاستفتاء، وبعدها يفتح باب الطعون. ربما يكون هناك طعون تقدمها بعض الأحزاب بناء على خروقات مثلا أو بعض الشخصيات الأخرى، وبعد 48 ساعة تعلن النتائج النهائية والرسمية بشكل تام، ليصبح الدستور يعني ساري المفعول ويطبق على أرض الواقع. هذه النسب والأرقام التي ذكرتها شركات سبر الآراء يعني تؤكد بحسب القراءات الأولية السياسية هو ثقة التونسيين اليوم في مشروع الرئيس سعيد وفي هذا الدستور الجديد، دستور الجمهورية الثالثة، الذي أولا هو يقدم رؤية جديدة وتصور جديد للحكم، يقوم على صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية وتقليص من صلاحيات البرلمان التونسي، الذي لم يقدم في الحقيقة في السنوات الأخيرة أي إضافة للمشهد الاقتصادي والاجتماعي، خاصة دستور يفصل بين الوظائف عوض السلطات الثلاثة القضائية التنفيذية والتشريعية، ويقدم أيضا رؤية إصلاحية شاملة للملفات الاقتصادية والاجتماعية. عموما اليوم يعني ونحن نتواجد في شارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرمز، تقريبا الجميع يتحدث هنا في المقاهي على الكراسي في الشارع، يتحدث عن نجاح مشروع الرئيس، يتحدث على أن النتيجة أصبحت هي النعم بأغلبية أصوات الناخبين، وتعاملون مع هذه النتائج الأولية كأنها أمر واقع. نعم، بناء على ما ذكرتيه وعلى الهتافات التي سمعناها بالأمس المناهضة لراشد الغنوشي ولحركة النهضة، هل هناك ربما مظاهرات مناوية أو معاكسة للطرف الآخر؟ هل سمعتي سواء في تونس العاصمة أو في المحافظات الأخرى عن أي تجمعات لحركة النهضة؟ نعم، منذ لحظات وصلتنا دعوة يارا لجبهة الخلاص التي تتكون من عدد من الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد، أذكر من بينها الحزب الجمهوري، حركة النهضة أيضا، وأحزاب أخرى كالتيار الشعبي وغيرها من الأحزاب، التيار الديمقراطي عفوا، وغيرها من الأحزاب الأخرى. ستعقد هذه الأحزاب مؤتمرا صحفيا عاجلا بعد قليل للرد على هذا الاستفتاء. يبدو أن هذه الأحزاب اليوم اقتنعت بموقف وإرادة التونسيين والناخبين التونسيين الذين صوت أغلبهم بنعم على هذا الدستور الجديد. لا نعلم في الحقيقة ماذا سيصدر بعد هذا المؤتمر الصحفي العاجل لهذه الأحزاب، لكن نتوقع بحسب مختلف القراءات وأيضا التصريحات والتدوينات التي يكتبها بعض قيادات هذه الأحزاب على شبكات التواصل الاجتماعي، هناك دعوات للتظاهر في الأيام القليلة المقبلة رفضا للدستور ورفضا كذلك لهذا المسار الكامل الذي جاء به الرئيس. لكن في المقابل الرئيس التونسي حتى من خلال تصريحاته يوم أمس حينما يعني تنقل سواء للجان الاقتراع أو حتى للشارع الرئيسي شارع بورقيبة، قال إن هذه الأحزاب تجاوزتها الأحداث، اليوم لا يمكن العودة إلى مربع الفوضى ومربع الصراعات الحزبية الضيقة، اليوم التونسيون اختاروا وقالوا كلمتهم، وبالتالي ستذهب تونس نحو بناء دولة جديدة وفق تصريح الرئيس التونسي تقوم على احترام القانون وعلى تطبيق بنود الدستور. نعم يارا.